مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. فيديو غريب وعجيب، شريف منصور يستنكر اعتداء قارئ للقرآن بالضرب على طفل في الشارع لرفضه أن يسمع القرآن بالقوة. شريف منير بيقول إنها أزهر استان وكان اسمها مصر زمان. لا، مصر هي مصر، مصر عظيمة بأهلها. شريف منصور استنكر المهندس شريف منصور رئيس تحرير موقع الأقباط متحدون محاولة إجبار قارئ قرآن لطفل على أن يسمع القرآن في الشارع بالقوة. قام بالاعتداء عليه بالضرب لرفضه أن يسمع القرآن، في اختراق واضح لخصوصية هذا المواطن خلال ذهابه لتلقي درس. وأبدى منصور خلال مقطع فيديو حزن جراء انهيار الروح الوطنية والأخلاقيات في المجتمع المصري، وجراء هذا التشدد في الشارع المصري. قال منصور: قررت تسمية مصر باسم أزرستان، في الماضي كانت تسمى مصر. لا، مصر هي مصر. المنظر صعب جدا جدا جدا. اتفرج، حاجة تحزن. بص حاجة تحزن القلب. بص انت مسيحي؟ يلا انت مسيحي، اتفضل. بص شوف، يا نهار اسود، وقعوا. انت مسيحي؟ يلا انت مسيحي، نهار اسود. وصلت مصر لهذه الحماقة؟ وصلت مصر، شباب مصر، الى هذه الهزل، الى هذا الهزل الرهيب؟ تفضل. بص ضربوا بالقلم تاني، ضربوا بالقلم تاني. ده كل ده عشان يقرأ له القرآن في ودنه. اقشر راح زقه تاني. يا نهار ابيض يا جدعان، مش ممكن. وجاي شاب لابس قمطان وعامل فيها المصلح الاجتماعي، فالباشا مسك الواد وراح موقعه على الارض عشان خاطر. قال له ايه بقى الولد؟ بيقول له: انت دخلت عليا وانا متاخر على الدرس. قوم يرد عليه الاخ يقول له: ايه درس؟ بكل سخريه: درس ايه يا حبيبي؟ درس بانجو ولا درس حشيش؟ الواد يقول له: عيب عليك. برضه يحط ايده على كتفه ويضرب الولد ويزقه. يا ابني يا ابني، اعتقد ومتاكد تماما ان الاسلام علمك السماحه، وعلمك الله محبه، ما هياش بالقوه ولا بالاكراه انك تجبرني. وبعدين انت بتساله: انت مسيحي؟ يلا يا ابني، المسيحيين ليسوا كفار. يا ابني، المسيحيين بيعبدوا إله واحد بالحقيقة، نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض. لا نعبد ثلاث يا ابني، بنعبد ربنا الإله الواحد اللي في السماء، ملناش غيره. يا حبيبي، أنا ما أقدرش أقول غير إن هناك بسبب هذه الأفكار الوهابية اللي شعشعت في دماغكم، واني ان كل شيء بالقوة. للأسف الشديد عايز اقول: انقذوا مصر من الجهل، انقذوا مصر من السفاهة كما فعلت السعودية وطهرت العقول من السموم. كما قالت المعلمة للأطفال المسيحيين: ليس لكم دين، ليس هناك دين مسيحي او دين يهودي. سيدنا عيسى كان مسلم، وأبونا إبراهيم كان مسلم، وموسى كان مسلم. أفكار تسم الأفكار وعاملة نفسها إنها أمة العريف، هي مدرسة أجنبية، مدرسة إنجليزي، إيش دخلك في الثقافة الدينية؟ بص بقى الشيء اللي يحزنك ويألمك، وإيه؟ الكاتب الكبير محمد أمين يبيع مكتبته لبتاع الروبابكيا. خبر أثار ضجة إعلامية كبيرة في الأوساط الثقافية المصرية والعربية، فقد اضطر الكاتب الكبير محمد أمين لبيع مكتبته التي ضمت آلاف الكتب النادرة والمجلدات الثمينة، وذلك بسبب الظروف المادية الصعبة التي يمر بها.
لا يوجد ثقافة ولا فكر ولا أي حاجة، في بلطجة، في قلة أدب، في سفالة بتاعهم. الثقافة لا تغني عن الطعام. عضك الكثيرون على هذا الخبر بحزن أسى، بحزن وأسى، معتبرين أنه دليل على تراجع قيمة الثقافة بالمجتمع العربي. فقد بات الكاتب على الرغم من مكانته المرموقة مضطرا لبيع كنوزه المعرفية من أجل توفير لقمة العيش المم. عبر الكاتب فاروق جويدة عن حزنه الشديد على ما فعله محمد أمين، وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: لقد أدميت قلبي بما فعلت في هذه الأيام، أو بما فعلت فينا هذه الأيام الموحشة، فعلها قبلك عباس العقاد يا محمد يا أمين. يثير جويدة ويشير إلى أن الكاتب الكبير عباس العقاد مر بتجربة مشابهة، حيث اضطر لبيع مكتبته في أيامه الأخيرة بسبب الظروف الصعبة المادية الصعبة. تثير هذه الحادثة تساؤلات حول دور الدولة والمجتمع في دعم المثقفين والكتاب، ودور الثقافة في حياة الإنسان منقول. ينهر أبيض، ينهر أحزن، كل ده عشان هو بيعرفني. قول لي متصورش برضه، بص بيشوح للولد برضه، وحاجة تحزن القلب يا ابني، حرام عليك. تفضل تفضل، بص شنكله وقعه ازاي. هو يا ابني ربنا علمك كده يا ابني؟ بيقولك دخلت عليه اسمعه قرآن، ضربني ضربني واشتكى. هو اللي ابتدى يعني الفيديو بيوضح يا ابني يا حبيبي الحقيقة. حاجة تحزن وحاجة تأسي القلب. حقيقة الأمر مصر أصبحت تمر بظروف صعبة وظروف الجهل، ده فيديو، وظروف دنيا كلها صعوبة. وبالرغم من ذلك إلا إننا دائما واثقين أن لدينا دولة محترمة ودولة قوية يقودها رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يحاول دائما على بث الثقافة في بين الشباب، ويحاول دائما إلى بث الحب والسلام وزرع المواطنة الحقيقية في هذا الوطن. ولكن هناك بعض السفهاء وبعض الجهلاء الذين يعتقدون أن التهديد والتوعيد هو القوة. لن تكن أبدا القوة بالبلطجة أو بالزراع، ولكن الجهل لن يسيطر، الظلام لن يسيطر، لأن الله أشاع علينا نوره بالشمس بالنهار والقمر بالليل. تحيا مصر، تحيا مصر برئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبصلوات غطى قداسة البابا تودروس بابا وبطريرك الكرازة المرقسية. ونشكر رئيسنا المحبوب على قراره الحميد وقراره الصائب بعدم قطع التيار الكهربائي في أسبوع الآلام الذي يحتفل به جميع المسيحيون في مصر. كل الشكر والتقدير لكل من هنأنا إننا نحب وطننا مصر الحبيبة، مصر الجميلة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. لا تنسوا باشتراككم بالقناة، قناة الملكة والأمير. أشكركم على محبتكم وعلى كل السلام وكل الحب.